حاجة موثقة. موثقة يعني. سايونارا. يعني. إيه القصة؟ قصة إن في شخص سعودي ما بيخلفش. لف على كل الدكاترة، ملياردير، مفيش فايدة، قالوا مفيش فايدة، خلاص مش هتخلف. فناس في سوريا قالوا له ما تروح تزور دير العدرة اللي هو في دمشق. روح زور. ست العدرة هناك بتعمل معجزات كتير قوي مع ناس كتير قوي. روح. أجر تاكسي. وقال السواق بتاع التاكسي، قال له تعرف الدير ده؟ قال له أعرف. قال له طب وديني. قال له أنت رايح ليه؟ مستعجل يعني؟ شخص سعودي مش مسيحي ورايح. قال له بص أنا رايح بيقولوا لي هناك الست العدرة لما أقول لها أجيب عيل. واسمع أنا لو أنا جبت عيل أنا هديك 20,000 دولار. السواق قال له إيه ده؟ قال له أنا ما برجعش في كلام بس إن خلفت. راح الدير صلى. وقالوا له هناك في الدير يعني شفاعة العدرة تجيب. قال لهم أنا لو جبت هديكوا 80,000 دولار. الكلام ده في 2004. رجع خلاص بعده مش مسافر. مر سنة واتصل هذا السعودي من السعودية بالسواق. قال له تستناني في المطار. قال له ليه؟ قال له أنا خلفت وجبت ولد. وأنا جاي أوفي الدير النادر اللي عليا. الدين اللي عليا ليك أديك 20,000 دولار. ودي للدير كام؟ 80,000 دولار. استناني في المطار. فالسواق قال لك إيه ده؟ يعني الراجل ده معاه كده كام؟ 100,000 دولار. ادينا انا بس 20 طمر يعني. قال لي مجموعه اصحابه قال لهم بصوا الحكايه كذا 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 والراجل ده جاي في جيبه جاي يقعد يومين بس جاي في جيبه. قالوا كده انا معايا شنطه فيها 100,000 دولار احنا نقتل الراجل وناخد الايه ال 100,000 دولار. استنى فعلا وصل. قال يلا بينا على الدير. يلا بينا على الدير. اثناء وهم رايحين الدير عمل لكه كده طلعوا عليه هو واصحابه نفرين تانيين قتلوا الراجل. ليه بس قتلوه؟ ده قتلوه الحكايه اللي انا بحكيها دي هذا الامير السعودي. حكاها ببقه قطعوا حتت وفصلوا راسه وقطعوا اعضاءه ولموا كله في كيس وقفلوا كيس وحطوه في شنطه العربيه وطلعوا بالعربيه عشان يرموا الراجل ده فين؟ في الجبل. خلاص خلصت الحدود. هم ماشيين العربيه عطلت مش عارفين السبب الشمال يمين مفيش مش وقت عطلان العربيه بقى دلوقتي معاهم 100,000 وخلاص. على معديه دوريه شرطه فسالوهم في حاجه نساعدكم في حاجه؟ قال لا مفيش حاجه. وبعدين هم ماشيين شكوا فقالوا الناس عايزين نشوف نفتش العربيه. افتح الشنطه مش عايزين يفتح الشنطه افتح يا ابني الشنطه. فجاي الظابط يفتح الشنطه سمع صوت من جوه ما تفتحش افتح دلوقتي لغايه ما الست العدل والملاك يخلصوا العمليه. ايه له فاهم بتعمل ايه؟ طبعا الظابط ما سالش فيه ايه الصوت اللي طالع ده. فتحوا لقوا الراجل الجثه كامله مش متقطعه والرقبه متخيطه ناقص حته صغيره. ناقص حته صغيره والرقبه متخيطه ناقص حته صغيره. كاملة مش متقطعة والرقبة متخيطة ناقص حتة صغيرة. شيء لا يصدقه عقل. وراجل في نفس مين اللغم عليه؟ ثلاث عيال احنا قطعينه خدوه دول المستشفى كان ناقص جرزتين خيطوهم كانت عادة خلاص خلصت العملية خلاص يعني. وقعدوا طبعا على الناس وسألوا الراجل يا عم في ايه؟ اول حاجه طلعوا عليا موتوني وانا شفت بعيني ان العدرة هي والملائكه بيخيطوا جسمي كله بيرجعوا الاعضاء وبتخيط رقبتي. ايه ده؟ ورجع زي الفل. طلع على التلفزيون السوري سنه 2005 قال الكلام ده والمستشفى كاتب التقرير حاجه عجيبه قوي. الدراع ده مربوط ده زي انه متخيط وده متخيط واحد. وراح الدير دفع 100,000 دولار خد ال 20 بقى للراجل ده ده مش بقى مستاهل بقى وادى ال 100 لمين؟ ال 100 للدير. وحد طلب الكاسيت يا عدرة قال لك لا ما دخل. طب ده غريب. غريب ايه يا عم؟ انت ما تسمعش عن هكذا احب الله العالي. ده غريب. غريب ايه يا عم؟ انت ما تسمعش عن هكذا احب الله العالم. ما تسمعش على كده. ما تسمعش انه ممكن تديني بلح يا عم الحاج. بلح البنين. بلح البنين لا يطرح للكلاب. وضوي عند رفاقه بتاعك عشان الجو اتسع. بتقول ايه؟ بلح البنين لا يطرح للكلاب. ما تسمعش على كده. ما تسمعش انه يريد ان الكل يخلصون ولا معرفه حقك بالون. السعودي ده دوش الدنيا بقى جوه وبره دوش الدنيا. وبقى ده حاجه يحكي ست العدل شاف بعينه ست العدل والملائكه بقى صاحبته قوي قوي بقى خلاص تشفع حتى بالسماع محدش طلب. وبعدين ما ترزق بولده خلاص يعني قصه مش لا ما سيبوش. شيء لا يصدقه عقل. البروستانطيه هرتقه هقولها تبقى مش هتروحوا السماء. مش هتروحوا السماء. السماء الكتاب قالها صراحه من لم يولد من الماء والروح لن يرى ملكوت السماء ومن لم ياكل جسد ابن انسان ويشرب دمه لن يدخل ملكوت السماء.
سنتين بشهور، بتقول لي يمين شمال تصلي السقف تتشحتف توعش تتهلى تتنطط باسم يسوع كل كلام. العماد البروستانت باطل. والجواز البروستانتي هقولها كلمة واستسمحكم في اللفظ المغلظ، الزواج البروستانتي زنا. زنا بقول زنا. المتجوز بروستانتي راجل ست انتوا زنا، نعمل ايه؟ اتفضلوا تعالوا. المش متعائم عم البروستانتي هنعمدك. اما الجواز البروستانتي لا، ايضا نفس الناس بقول زنا 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 زنا، وعايشين في الحرام زي وزي ما اتنين راحوا الشهر العقاري وكتبوا على بعض، راحوا الاسم وحضر الضابط مشكورا كتب لهم عقد. قبل كده